ما ماشي ما حاجه مراسة صمت في الطريق المؤدية إلى تيكلفت يزكسي. إذا هذه المنطقة هذه تتميز بواحد المدار سياحي ممتاز والتساقطات الثلجية الحمد لله اللي بشرنا بها الله سبحانه وتعالى. ولكن هاد الناس المسؤولين الله يهديهم الطريق هذه يا خويا راه خصها كراته. من الصباح حنا واقفين الناس واقفين هنايا بغا يدوزو لتيكلفت هما بوليداتهم وكيتكرفصوا والبرد وهذا الشيء. هذا الشيء راه ماشي معقول. هاد الجماعة ديال فم العنصر هي اللي مكلفة هنا ما صيفطات لا كراتة لا ديال زحف الثلوج لا حتى حاجة. الناس دابا راه تيتكرفصوا هنا تيعانيو. كاين الناس اللي مريض، كاين العيالات اللي مرضى، كاين اللي دري الصغار اللي مساكن اللي باقيين الله سميتو غير مرقمة وغير سميتو مصنفة يعني ما تابعش التجهيز. والله يجازيكم بخير الناس هاد المسؤولين تيروا واحد التفاتة لهاد المنطقة هادي. على الأقل تكون ديك الماكينة طالعة نازلة باش يخليو الناس. وكاين اللي مريع اللي واقف دابا من هنا من 8 الصباح هو دابا الظهر دابا حنا في الجوج دابا ولا مع الجوج ونص وحنا باقيين واقفين. احنا دابا بغينا ندوزو لتيكلفت ما لقيناش منين ندوزو. وطاح الطوموبيل البارح في سميتو كانت واقفه هنايا في الرصيف هنايا وجات واحد الطوموبيل اخرى قاستها وزقات راه مسكين هذاك رزقه كاع مشى. ومسكين انسان تيمشي في السواق راس ماله كاع مشى، لا السياره لا السلعه ديالو كلشي ضاع. والله يجازيكم بخير. تنطلبوا من المسؤولين باش يدير واحد الالتفاته لهاد الطريق هادي وحاولوا يديروا بعدا هذاك السياج اللي داير بحال ما هكا. هذاك الحديد راه ما دارش هنا، كون كان دار ذاك الحديد ما غاديش تطيح ديك السياره، ما غاديش يضيع مولاها. وعلاش ما يديروش ذاك الحديد هنا هذاك الكارد سميتو ديال الطريق هنايا؟ علاش ما يديروش ويديروا الناس الطريق يصلحوا الناس الطريق؟ الناس واقفه هنا مساكن جوجره بالجوع ما كاين لا ماكله لا حتى حاجه، واش غيديروا الناس؟ احنا جد سعداء بهاد الاجواء هذه والتساقطات الثلجيه اللي فرجت عندنا شويه هاد البياض وهذا وداك الشيء زوين بزاف. ورغم ذلك ما ننساوش ان ما كاينش متابعه من ناحيه السلطات اللي مثلا الملحمه مرشوشات ارشادات ما كاينينش غير الناس تنصحوا بعضياتهم تتمنوا التدخلات في اسرع وقت واما يحبسوا الطريق ولا يشوفوا كيفاش يديروا. كاين انزلاقات دابا من هنا من هذا المسار هذا كله انزلاقات. الله يستر دابا يلا خلينا واحد الكاميو هو تو ما قدرش يواصل. تتمنوا تدخل ان شاء الله سريع في اقرب وقت على الاقل يحبسوا ولا يكونوا ارشادات تكون متابعه لهاد الناس اللي جايين يتفجوا مع وليداتهم ما ترجعش لهم دامه. يلا قال لي الاخ يلا طاحت في السياره هنايا. تنتمنى يكون ما يكونش ضحايا ان شاء الله ومبروك علينا ونتمنوا نسيروا هاد الطبيعه كما راه طبيعه زوينه ولكن راه فيها ريسك. تبارك الله على هذا الخير الحمد لله اللي طاح. فرحه لصحاب بني ملال كامله وهذا هو المنتزه الوحيد اللي تيطلعوا ليه صحاب بني ملال باش يشوفوا الثلج الحمد لله. وانما كاين مشكل هو انه الطريق مقطوع لحد الساعه هنا كاين الكلاص وما كاينش اللي يحيدو. عباد الله تتوصلت لهنا وتتبلوكا باش تكمل الطريق لتيكلفت. والى درجه ان كانت واحد الطوموبيل البارح هنا على حسب الناس اللي قالوا لنا انها زلقات فيها طيح. راه دابا وسط الواد كاع مفرشخه بداك الزلق جا غير واحد يتكى عليها وهي تمشي. السلام عليكم. الطريق ديال موج اي طمجوط فيها الخطوره بزاف، فيها سميتو الثلج راه سميتو كزلقو الطوموبيلات. خصو يديروا ليه شي يرشوا عليه شي ملحه ولا شي حاجه باش ولا يديروا شي كرياج راه الطوموبيل راه طايح عليه. ايوا داكشي اللي كان اخويا كاين الخطوره بزاف. انا الناس تيزلقوا من واحد زلق ليه الاخر راه مسكين راه لتحت راه دار الله الخير ما فيه والو الطوموبيل خاويه عاد زلقاتهم الشيفور ما فيهش الشيفور. اخويا كنتمناو يديروا لي شي كرياج ولا شي حاجه ولا يرشوا عليه شي ملحه يدار كرياج من الجنب من لهي من هنا في الطريق باش على زلق بعدا يشدو ولا دي كيفاش. عمر ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.